تأسست جمهورية الصين عام 1911 بعد سقوط الحكم الإمبراطوري الذي استمر 2000 سنة. تولى السلطة الحزب الوطني المسمى الكومنتاج تحت زعامة سون ياتسن الذي توفي عام 1925 ليتولى الحكم من بعده تشانغ كايشيك. طرد تشانغ كايشيك الشيوعيين من الجيش والحزب والحكومة، فاشتعلت الحرب الأهلية بين الكومنتاج والشيوعيين. ومع أن وصل ماو تسي تونغ إلى بكين عام 1948 حتى هرب تشانغ كايشيك إلى تايوان ومعه مليون لاجئ حملوا معهم احتياطي الذهب. في العام التالي تحولت الجزيرة التي لا تزيد مساحتها عن 361 ألف كيلو متر مربع إلى جمهورية الصين الديمقراطية. عاشت تايوان على الزراعة وصيد السمك وتهريب البشر، ولكن ما أن دخلت عصر التكنولوجيا حتى وصل الناتج المحلي إلى 841 مليار دولار، وأصبح متوسط دخل الفرد نحو 33 ألف دولار.